حضرتكم اوقف برنامج البرنامج. نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحج. احنا النهارده اتكلمنا قبل الفاصل في اعلانات في النص في معلش عسل. هتكذب يبقى تفتكر انت قلت بالحياه الطبيعيه اللي بيعيشها كل المصريين. سياده الرئيس انا بقول اهو الناس بتقول كده روحنا بقى في مناخيرنا. لا دي مش مصر تاني، الشعب روحه في مناخيره منكم. بس والله ما في اكتر من كده نقدر نعمل. طب انت يا ملياردير يلي خلصت على البلد انت ومراتك. امال ايه؟ انا هعمل قصور رئاسية وهعمل الحمد لله على السلامة. ضلمة ضلمة يعني. واضح ان احنا خلاص هنتعود على كده، وعلشان ما حدش يتهمنا ان احنا هو اللي حصل فيه. هو تقريبا يعني على حد فهمي مش فاهم اي حاجة. او عهد الله. مش صح. بننتقده خلاص وبنشوه سمعة البلد. فكرنا ان احنا نستغل الاحداث ديت في اطلاق حملة دعاية للسياحة في مصر من وحي حياتنا اليومية. هو ليه استثمارات في تركيا من كل الدول العربية ما بيجيش مصر؟ انا بقى هسألك سؤال، تيجي مصر ازاي وعمرو اديب وموسى طول النهار يقول لك ايه المصريين مش لاقيين ياكلوا هياكلوا رجلين فراخ. رجول الفراخ طول عمر الناس عارفه ان رجل فراخ بيعملوها كذا ومعروف الكلام ده في اللحيم معروف. طب انا اجي بلد بتاكل رجلين فراخ؟ يعني خليها بالعقل كده، رجلين فراخ والحقوا البلد مش لاقيه تاكل هتفلس الام جايه سودا. لما بقول للناس ناكل يوم وما ناكلش يوم يقول لك شوف الراجل يتكلم في ايه، شوفوا السخريه من حالنا. هيجيلك استثمار ازاي؟ طلع قانون كشف سريه الحسابات بتاعت الحد فلوس البنوك، ممنوع تحول، لا لا يا جماعه. طب في الفلوس مالكمش دعوه، سيبونا انا في الفلوس، سيبونا انا لان هي غلبانه قوي. اقول لكم حاجه بسيطه، يعني انا اعرف كويس يعني ايه يعني ايه يعني ايه قرش. ما حاجه من الاثنين يا عزيز. ما تقولش كده، بتتخرب فداك، سبت وظيفتي يا جدع ولا يهمك، عربيتي اتدمرت، المهم الصحه بقت في النار. بعد كده تقول للسائح close your eyes welcome to Egypt. يا سلام سلم على مخك البلالان. هي لكن ما يعرف باسم الحياه الطبيعيه في مصر بقى مختلف فجاه. الحياه اللي متعودين عليها اتغيرت. اوعى تربط اللي في جيبك باسعار السوق. ألا. ما تفهموا يا بهاي. اربط اصبر عليك. ايه الحلاوه دي؟ اصبروا على ظلم الحكام، اصبروا على دورهم فبما كسبت ايدينا قيود. انا شايف العصافير جوه المصنع كده. سمك. عايز ارجع متخلفة. يقطع النور ساعة، ساعة ونص، ساعتين. سمك 65 جنيه روسي، البولت ب50، ايه الاسعار النهارده؟ 30، العدس بقى 60، 3 ولاد 30. بس اصبروا عليا. كهربا، الدولار ولع، البلد متشقلبة. بس احنا انت تفكر احنا السياسة دي ليها لازمة معانا؟ ده احنا اللي ضفنا للسياسة. السيوس بوكسر لا يسري لا كله اللي فينا. قول يا ولي النعم. ما علينا. المهم كالعاده في اعلام بيصوت ويسخن على المشكله ويهول فيها، بس ده اعلام فاسد سيبكم منه. حسوا بالناس، ده الناس بتكمل عشانها نوم. اتكلموا، اطلعوا قولوا للناس. انا بس بحس ان الحكومه بتصحى الصبح هنعمل مشاكل مع مين النهارده ويهول فيها، بس ده اعلام فاسد سيبكم منه. وفي اعلام بقى مش شايف مشكله خالص وقاعد لوحده في اللالا لاند. بطلوا هري بقى. صح والله عنده حق. بس يا بيت انت ده كلام بيننا وبين بعض رداله. والله ما هتعرف، والله العظيم ما حد خايف على البلد دي اكتر من رئيس مصر والله. اهدوا والخير جاي. الخير جاي، الخير جاي يا مصر، والله الخير جاي، اقسم بالله الخير ده هيجمع. وخلوه انت عايز تبعيش تعيش برضا، انت مش عايش برضا. الحاجة غالية عليك، الحاجة غالية عليك وبتغلى. خد بالك وامسك ايدك، الايام الجاية اصعب واصعب. بس انا ما كنتش فاكر كده، والله ما كنت فاكر كده. لا بقول لك ايه، امسك نفسك كده. واحد الله هقوم اطص وشي بشوية مية كده فوق بدل ما يبلعوني. مظبوط، ما يبلعوني. الترشيد حلو برضه، يعني لازم فعلا كلنا نرشد الاستهلاك. يا ترى في حد برنس ممكن يدينا نصايح في الموضوع ده؟ هو بدل ما العيل ياكل بالطين ياكل بيضه. بس عمرو بالليل بيلهط من مطبخ فرنساوي. عمرو بالليل الشاشه دي بتكلم مين؟ حد يكلمني.